Which way will he go? Which way will he go? Which way will he go? هذه مباراتنا مع ألمانيا أعزائي المشاهدين، هي المباراة المصيرية ومباراة نهائية في كأس العالم للشباب لكرة القدم، لكن يجب أن نعلم أعزائي المشاهدين وأن فعلا نقف وقفة الرجل الواحد ونصفق لأبنائنا، لأن المركز الثاني بالنسبة لكأس العالم أقطاب الكرة في العالم إحنا هزمناهم. لو قسنا عمرنا الكروي بالنسبة لعمر الدول اللي إحنا قابلناها وهزمناها لهذا شيء معجزة، ويجب أن لا ننسى أن بكرة راح يوصل منتخبنا بإذن الله، راح يوصل تمام الساعة الرابعة، وهناك مسيرة أيضا للمنتخب، راح تمشي المسيرة تطلع من مطار الدوحة مرورا على الكورنيش حتى دوار مدينة خليفة ثم إلى استاد خليفة الأولمبي، حيث هناك ستقام حفلات شعبية وغنائية احتفاء بالنتائج اللي حققها أبنائنا وشبابنا في هذه البطولة. الحمد لله بعد المباراة اتصلنا بالوفد وطمنا عليه وعلى صحة اللاعبين. هذا طبعا كابتن الماني وهي كأس كأس العالم للشباب، وهذه فريق المانيا الطيبة. بعد ما انتهت المباراة تبادلوا الفانيلات بينهم وبين لاعبين شباب قطر ومرتدين